أهلا بكم يا شباب، مرة تانية في محاضرات المشروع بتاعنا. أتمنى إن أنتوا تكونوا شفتوا الفيديو بتاع اللي كنا شرحناه المحاضرة اللي فاتت. إن شاء الله ديت المحاضرة التانية، يعني بعد ما إيه أونلاين. فتعالوا مع بعض النهاردة هنبتدي نتعرف على الجزء اللي أنتوا كنتوا طلبتوه وكنتوا عايزينه بالحاح، اللي هو الجزء بتاع السيميليشن بتاع الإندكشن موتور. الاول كده خالص تعالوا ايه نشوف بقى الجزء دوت هنجيبه ازاي. انا عندي ده برنامج الماتلاب بتاعه هو. طبعا احنا عايزين ننظف الكلام ده كله، هنقول هنا هو مثلا كلير اول، بس هنشيل بس من هنا الايه الحته بتاعت ان هو يبقى سمول، طبعا عشان هو حساس بالنسبه للايه للحروف. ادي كلير اول عشان ننظف القصه دي، هنلاقي مسح لنا كل حاجه موجودة. احنا بصينا ده ماتلاب 2019 بي، زي ما احنا شايفين كده هو ديت المنيوز بتاعته، دي المنيو بتاعت السيمولينك اللي احنا هنشتغل عليها. تمام، هنا الجزء دوت لو احنا عايزين نجيب منه ملفات مثلا ام فايل، هنا لو احنا عايزين الجزء التاني دوت لو احنا عايزين نستعرض داتا معينة او نبقى نمبورت داتا مثلا، الجزء ده لو هنشتغل في اكواد وهكذا. مثلا عندنا هنا البلوك بتاعنا او البلوت بتاعنا، فده بيوريك انواع الرسم المختلفه. هنا جزء بتاع الابلكيشن، لو احنا عايزين نجيب ابلكيشن معين هنعمل كيرف فتيج، هنعمل اوبتمايزيشن، الكلام دوت كله. تمام، خلينا احنا في الجزء بتاعنا ندخل صفحه الهوم بتاعتنا. زي ما احنا شايفين مسح كل حاجه موجوده في الورك سبيس، بس لو احنا عايزين نمسح الشاشه هنقول له سي ال سي، فمسح لنا الشاشه. تعالوا بقى ايه نبتدي نجيب البرنامج بتاعنا ونتعرف احنا عملنا له بيلت ازاي وانشأناه ازاي. هنفتح اوبن كده، من اوبن هنروح لماي دوكمنت اللي هي موجود فيها الماتلاب بتاعي. الماتلاب هو ديت الفايلات بتاعتنا. احنا بنتكلم على الاندكشن موتور وتشغيله من سنسيدر سبلاي، هو دوت الموديل اللي احنا هنتعرف عليه النهارده. تمام، هنعمل اوبن كده لهذا الموديل. الموديل ده هيفتح معايا هنا هو دلوقتي، تشوفوا الكلام دوت هيبدا يقول لك في الاول بيزي، وبعدين ادي الموديل هو اتفتحه على طول زي ما انتم شايفين، برنامج سريع والحمد لله والدنيا تمام اهي. لو احنا بصينا كويس للموديل ده هنلاقي ان احنا عندنا موديل ده منقسم للاندكشن موتور اللي هو الجزء دوت، او البلوك ده ما يمثل الاندكشن موتور، الجزء ده يمثل السبلاي بتاع الاندكشن موتور. احنا اتفقنا ان احنا نشغل اندكشن موتور منين؟ ان احنا نشغله من سينسويدر سبلاي، فبالتالي انا مثلت السينسويدر سبلاي مثلته بايه؟ كلنا عارفين طبعا ان ان احنا عندنا اي موجه على شكل ساين ويف بيبقى ليها في ماكسيمم ساين اوميجا تي. الاوميجا تي بالنسبه لنا اللي هي اليو واحد. تمام، ده بالنسبه للفيزا الاولانيه. الفيزا الثانيه هطرح من الاوميجا تي ناقص 2 باي على 3 اللي هي 120 درجه، والفيزا سي هطرح منها ناقص 100 240 درجة اللي هي ناقص 4 باي على ايه؟ على التلاتة. وطبعا الاوميجا تي او اللي هو هنا الماتلاب دايما بيسمي الفاريبل اللي داخله بيسميه يو، فبالتالي بما ان احنا الفاريبل اللي داخل هنا هو الفاريبل 1 فعشان كده هو سماه يو 1. تمام؟ احنا الفاريبل بتاعنا هو الاوميجا تي. الاوميجا تي يبقى هو عباره عن ايه؟ اوميجا تي هو 2 باي اف تي. احنا بنتكلم مثلا في فريكوانسي ب 50 يبقى 2 باي، يعني 2 باي اف، يبقى دي يعني يعتبر كده الفريكوانسي ب 50 يبقى 2 في اف ب 100، 100 مضروبه في الباي يبقى 100 باي اهي مفروض في التي. ديت علامه التايم او ما يمثل التايم، يبقى انا لما ديت بتدخل على البلوك ده هتضرب ال 100 باي في التي، يبقى احنا كده ديت الاوميجا تي اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى هنا الفريكوانسي ب 50 هرتز. طبعا لو انا كنت عايز فريكوانسي 60 كنت هضرب ال 60 في 2 هتبقى 120 باي. طيب التي دي بكل سهوله قوي ان احنا ممكن نجيبها منين؟ ممكن نجيبها من السيمولينك لايبراري. تمام، من خلال السورس، يعني احنا لو فتحنا هنا كده في اللايبراري بتاعتي. ايوه تعال نشوف بقى السيمولينك لايبراري دي عندنا واقفه على الكومن يوزد بلوك اللي هي اكتر البلوكات بنستخدمها. فهو جايب لي هنا كونتينوس وجايب لي مجموعه البلوكات اللي هي الاكثر استخداما. تمام، بعد كده لو احنا مثلا احنا بنتكلم على التايم، انا قلت لكم التايم ده موجود في السورس. تعال نبص كده على السورس بتاعنا هنلاقي ادي الكلوك بتاعنا او التايم. لو انتم شايفين كده اهوت ادي الكلوك اهيت، هي ديت نفس الساعه اللي هي بتعد التايم اللي هي موجوده هنا اهوت بالنسبه لي.
تمام كده اهوت. طيب احنا مثلا لو عايزين الجزء ده التايم ده هيتضرب فيه كونستانت، هذا الكونستانت ممكن نجيبه من الماثيماتيكال موديل، من الجزء الحسابي اللي هو عباره عن الماس اوبريتور. الماس اوبريتور تعال نشوفه مع بعض. احنا حتى لو عملنا كده اهوت، دوسنا على البلوك ده كده عشان نشوف البلوك ده هو ايه. ماشي، تعال ندوس كده اهوت مع بعض بقى عشان نعرف. اهو قال لي ده بلوك بارامتر اوميجا في تي، ده التسميه اللي انا مسميها. هو بيقول لي الاليمنت وايز كي في الاوميجا اللي هو عباره عن ده جين. خلي بالكوا الجين ده انا ممكن استخدم في الجين، ممكن استخدمه كجين ثابت او ممكن استخدمه كماتريسيز. يعني البلوك ده ينفع استخدمه كقيمه ثابته او استخدمه كماتريسيز. تمام، فاحنا لو بصينا هنلاقي الجين ده اهو اللي هو نفس القيمه ديت. تمام، عشان الناس بس الناس اعتقد كده الدنيا واضحه بالنسبه للناس. يبقى الجين دوت بس احنا عملنا له ايه، دورناه فبقى بالمنظر دوت كده. تمام، طيب نيجي بقى نشوف مثلا ايه الجزء ده. هو عباره عن فانكشن او جزء ما يمثل الفانكشن. لو احنا اسمه اف سي ان، لو انا ضغطت عليه كده عشان نشوفه هبص الاقي ان هو اسمه بلوك بارامتر اف سي ان. هوريه لك ده بيجي منين دلوقتي. وده الايكويشن المكتوبه جواه هي الفي ماكس في ام مضروبه في ساين يو واحد. طبعا هو ما يعرفش غير اليو واحد يو اتنين يو ثلاثه بما ان ده اسمه في ام، فدوت الماكسيمم فولتج وانا هديهوله دلوقتي علشان يتعرف عليه. يعني هو مش هيعرف، هو بالنسبه له الفي ام ده حاجه مجهوله لان انا لسه ما عرفتوش ان ده كونستانت. فانا هديهوله دلوقتي وهنشوف ايه هو هيبتدي بقى ساعتها بقى يتعرف عليه ويتعامل معاه. تمام، البلوك ده زي ما احنا قلنا اللي هو الاف سي ان، لو احنا حبينا نجيبه هنجيبه منين؟ هنجيبه من اليوزر ديفايند فانكشن. ادي اليوزر ديفايند فانكشن، هو ده الاف سي ان اللي انا دايس لكم عليه ده، هو دوت الايه؟ الاف سي ان اللي احنا هنكتب جواه الفانكشن نفسها. تمام كده؟ طيب وبرده نفس الكلام ده هتلاقيه اف سي ان واحد وده اف سي ان اثنين. فاي واحد منهم هو الفرق ما بينهم وبين بعض بس ان انا هنا بدل ما كانت ساين يو واحد ضفت عليها ايه؟ بدل ما كانت اوميجا تي يعني ضفت عليها ايه؟ او طرحت منها ماينس 2 باي على 3 بالنسبه لايه؟ للجزء الثاني ده طرحت منها 240 درجه من ماينس 4 باي على 3 لان احنا هنا بنتعامل بمين؟ بنتعامل ب الباي هنا تعني بالنسبه لي هي 3.14 على فكره عشان طيب انا اصلا كمان عشان اشوف الخارج بتاعي مثلا احنا هنا استخدمنا اكسبسكوب. تعال اول قبل ما ندخل بقى لبرنامج الماتلاب ونشوف الاندكشن موتور بالتفصيل وجبناه ازاي برضو والكلام دوت، تعالوا ايه نرن البرنامج ده. طبعا انا جيت لو جيت ارن على هذا البرنامج طبعا في حاجات بالنسبه له مجهوله فهيديني ايرور وهيقول لي انا مش عارف ايه البارامتر ده، ما اعرفوش البارامتر ده، ما اعرفوش البارامتر ده، ما اعرفوش وكده اهوت. فبالتالي تعالوا نعرف او نرمي اللي هي البارامتر بتاعتنا في الورك سبيس على اساس ان احنا لما يجي يشوفها يبتدي يتعامل معاها ويديها القيم ايه بتاعتها. طيب تعال نشوف كده هنعمل الكلام دوت ازاي. تعالوا نشوف البرنامج نفسه او البارامتر بتاعت مين، بتاعت الموتور ذات نفسها. هنشوف بقى احنا ايه هنجيبها ازاي البارامتر ديت. لو واخدين بالكم هنا في ادي كلمه بارامتر اهيت، يبقى ديت هي البارامتر الموجوده بتاعت مين، بتاعت الاندكشن موتور. تمام، تعال ناخدها من ايه، نعمل كنترول A وبعدين كنترول C على اساس ان احنا هنرميها في الجزء المخصص من برنامج الماتلاب. يعني تعالوا هنا كده تمام، لو احنا عملنا كده كنترول V ورحنا عاملين انتر عشان نعرفها في الورك سبيس، يعني هنرميها في الكوماند ويندو مثلا على سبيل المثال، او ممكن نعملها على هيئه ام فايل من ايه ونجيبها ونرنها اي حاجه، يعني نعملها عمليه ران يعني. وبعد كده هو هنقول انتر، هنلاقي ان هو ايه خلاص رماها كده في الورك سبيس. طالما رماها في الورك سبيس يبقى اصبح هو عارف البيتا وعارف الاف وعارف الار اس وعارف الكلام ده كله. ما ننساش كمان ان احنا كان عندنا سيمبول في ان احنا كنا بنينا مع بعض من شويه وشفنا ازاي نبني الساين ويف او نبني حاجه تطلع لنا ساين. فعايزين طبعا الساين دي كانت مضروبه في ماكسيمم، فهو لغايه دلوقتي ما يعرفش الفي ماكسيمم، فاحنا هنكتب له هنا في ام مثلا ولتكن ب 210 مثلا فولت وندوس انتر. اهو كده هو عارف ان الفي ام هيحطها بكام، ب 210. تعالوا نرن بقى الايه البرنامج بتاعنا ونشوف ايه اللي هيحصل. ماشي، نرن بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا كده نرن. اما الرن عايزين نشوف بقى ايه اللي هيحصل. تعالوا ندوس على الاكسبسكوب كمان ده عشان ايه نبتدي نشوف الخارج اللي طالع هيبقى ازاي. اه
اهو زي ما انتوا شايفين كده ايه اللي حاصل. اول حاجه عندنا كان التورك، ده الجزء ده يمثل التورك، الجزء ده يمثل السبيد، والجزء ده يمثل التيار الفيزيائي. اهو السيميليشن داير معايا شغال كويس وزي الفل، تمام. فبالنسبه لنا اهو عمال بقى ايه يقرا السبيد، هي بدات تزيد 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 تزيد، وبعدين بقى كده هتبتدي تستقر. هنا التورك برضو بتاع الموتور بدا يزيد عشان احنا عندنا ستارتنج تورك، وبدا بعد كده هيبتدي يستقر. وهنا التيار برضو هيبتدي يوصل لحاله ستيدي ستيت زي ما احنا شايفين كده، تمام. يبقى معنى كده ان السيموليشن بتاعي ده شغال وما فيهوش اي مشاكل خالص، بدليل ان هو مطلع ويف فورم مظبوطه وما فيهاش مشكله، عشان الناس كانت بتسال ويف فورم وعايزين نقارن وما نقارنش والكلام ده. بالداتا المفروض ان الكلام اللي عندك يطلع شبيه بالايه؟ بالكلام اللي احنا بنقوله دوت دلوقتي. السيموليشن كان وقته 0.5 سكند، فادي خلاص قرب يخلص اهوت. زي ما انتم شايفين كده السيموليشن خلص اهو. نعمل هنا زي عليها بس عشان نظبط الايه؟ القيم الموجوده. زي ما انتم شايفين ادي السبيد اهي استقرت، والتورك استقر عند 5 اللي انا كنت حاطه ده، 5 نيوتن متر، وادي التيار اللي كان مسحوب من الفيزياء. طيب احنا كده خلاص اتاكدنا ان ايه؟ ان الدنيا بالنسبه لنا تمام والموديل بتاعي ايه؟ شغال. تعالوا بقى ان ايه؟ نبتدي بقى ندخل جوه البلوكات دي ونشوفها مع بعض. هنا ده اللود. تعالوا نشوف اللود ده ايه هو اللود، البلوك بتاع اللود زي ما انتم شايفين كده اسمه بلوك بارامتر تي ميكانيك. طيب ده طبعا احنا ايه؟ مسمينه كده هو، ولكن هو اصلا اسمه ريبيتنج تيبل او تيبل انا بحطه هنا موجود. طبعا ده بيمثل لي تغير اللود مع مين؟ مع التايم، تمام. فاحنا عند التايم سمينا التايم فاليو بتاعتنا، ده عباره عن انترفال، سمينا التايم فاليو بتاعتنا هي لود تايم، وسمينا الاوتبوت فاليو بتاعتنا هي ميكانيكال لود. طيب الكلام ده ايه هو اللود تايم وايه هو الميكانيكال لود؟ طبعا انا اكيد معرفهم له فين؟ في البارامتر بتاعت الموتور زي ما انتم شايفين كده. تعال نبص على القصه ديت مع بعض كده. لو احنا بصينا ايوه ادي الايه؟ ادي التايم لود وادي الميكانيكال لود اللي انا معلم عليهم دول باللون الازرق. هتبص تلاقي ان انا قلت له ان التايم لود من يعني سلط اللود ده من وقت 0 للوقت 5، يعني من 0 ل 5 ثواني خلي اللود بتاعي زي ما انا هقول لك كده. الميكانيكال لود انا خليته هو التي لود، ومن تي لود لتي لود، يعني عند الزيرو كان قيمته بتو لود، وعند الخمسه كان قيمته بتو لود، بمعنى ان احنا دلوقتي شغالين على كونستانت ايه؟ شغالين على كونستانت لود، تمام؟ عشان كده انتوا هتشوفوا لما هو بدا يتعرف عليه رسم العلاقه ما بين الاثنين على هيئه ايه؟ على هيئه خط اهو، شايفين القصه دي؟ على هيئه ايه؟ خط. طبعا انا لو غيرت اللود هبص ليها غير العلاقه، يعني مثلا على سبيل المثال احنا لو جينا نغير الميكانيكال لود ده ونخليه وليكن مثلا صادن، ده الصادن ابلايد لود مثلا، او دوت الريفرسنج سبيد، مش خلينا هنا ايه نتكلم على الصادن ابلايد لود او الدايناميك لود مثلا. ادي الدايناميك لود بتاعي اهوت كده اهوت اللي انا معلم عليه دوت كده اهوت، هناخده كده كنترول سي مثلا عشان اوريك بس ان الدايناميك لود هيتغير. كنترول في كده اهوت. خلي بالك انا العلامه اللي هي لما احط اي علامه اللي هي في الميه ديت في الاول يبقى معناها بخلي المات لاب ما يقراش السطر ده. يبقى احنا كده بصوا يا جماعه لو احنا دوسنا انتر كده هنبص نلاقي ان دوت ايه؟ دايناميك لود. يعني ايه دايناميك لود؟ يعني مثلا عندي الثانيه زيرو كان اللود بزيرو، عند الثانيه 15% اللود وصل لتي لود، يعني معنى كده اللود ده هيزيد من زيرو لتي لود في الفتره من زيرو ل 15%، بعد كده من 15% ل 35% هيستقر عند مين؟ هيستقر عند التي لود، يعني هيفضل ثابت، وبعد كده من 35% ل 5 من 10 هيبتدي يرجع تاني لزيرو، وبعدين يستقر بعد كده عند الزيرو. تعالوا نعمل انتر كده، عملنا انتر، تعالوا نبص نشوف ايه اللي هيحصل كده. هنا هو ادي ايه؟ ادي البرنامج بتاعنا. تعالوا لو عملنا له رن ثاني كده عايزين نشوف ايه اللي هيحصل كده. مجرد ما اعمل رن بصوا هتلاقوا اللي حصل، شايفين الميكانيكال لود عمل ازاي؟ اهو بصوا يزيد وبعدين يثبت وبعدين يقل، وهو بقى ريبيتنج عشان احنا قلنا ان الجزء دوت بتاع الريبيتنج هو ايه؟ حس باللود الجديد فبدا يوريني الدنيا اخبارها ايه. طيب احنا كده لو جينا حبينا نشوف برضو الاسمسكوب بتاع اخباره ايه او هيقرا لنا ايه، تعال نشوف بقى مع بعض. بصوا شايفين اللي بيحصل؟ بصوا التورك عمال يحصل له اوسيليت، وطبعا عشان احنا شغالين اوبن لوب، لو احنا شغالين كلوز لوب كان كنت هتلاقي التورك هيطلع ايه؟ هيطلع بالظبط زي القصه دي.
المهم يعني هو دوت اللي حصل، حتى شايفين التغيرات اللي بتحصل مخلية الطيارات عاملة ازاي. أيما تكون الأمور فكده زي ما احنا ايه، وادي بدأ السرعة تثبت اهي تقريبا، والتيار هيبتدي يستقر لغاية 5 جنيه. هتلاقي بص الدنيا بدأ ايه يحصل فيها شوية تغيرات اهو، بصوا اهو هتلاقي البيت بقى ايه المفروض البيت كده هيبتدي يرجع تاني يقل، شايفين البيت اهو تمام، وهكذا يعني. فاحنا كده ايه، طبعا احنا هنا عشان شغال ايه اوبن لوب وكلام زي كده، فتلاقي الدنيا مش ايه اهو، شايفين عايز ينزل للزيرو اهو تمام. المهم يعني ايام ما تكون اهو نزل للزيرو فعلا اهو. فاحنا ايه بقى الموضوع بالنسبه لنا، احنا كده شفنا تاثير الايه اللود لما اتغير بدا يعمل ايه بالظبط. طيب تعالوا بقى ايه نبتدي نشوف بقى الجزء ده اللي هو الريبيتنج سيكونس ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هنجيبه منين من الماتلاب. يبقى انا كده عندي الريبيتنج سيكونس، انا ببقى عارف هو الكاركتر بتاعه عامل ازاي، وده بيشتغل على الانترفال اوف تايم. بدات ايه اعرف له الفاريبل، عرفته له عشان لما اغيره له في البارامتر يبتدي ايه يغير القيمه، مش كل مره هقعد ادخل اغير هنا، لا انا بغير في الايه في الموتور بارامتر اللي احنا كنا بنتكلم عليها او في اللود، وكده تبقى ايه الدنيا اقدر انا اظبطها زي ما انا ايه عايز. وانا كنت اديتكم في المحاضره اللي فاتت البارامتر بتاعت الماشين ديت تمام، كنت اديتها لكم تمام. طيب تعال نشوف بقى ايه القصه دي او الريبيتنج سيكونس ده هنجيبه منين. ده برضو هيجي منين؟ هيجي من الجزء بتاع الماس كده. تعال نشوف الجزء بتاع الماس اوبريتور او الجزء بتاع الريبيتنج سيكونس او الكلام ده، تعال نشوفه منين. هنجيبه من السورس، لان ده نوع من انواع السورس. هو ده يا جماعه الايه نفس الريبيتنج سيكونس اللي احنا شغالين عليه، هو ده اللي انا كنت اخترته، هو ده يعني الجزء بتاع اللود اللي انا عشان اغير فيه، هو ده اللي انا اخترته عشان ده قابل لتغيير الحمل اصلا. ماشي، اغيره اخليه دايناميك، اخليه سادن ابلايد لود، الكلام ده كله تمام. طيب تعالوا بقى نشوف بقى مع بعض، ندخل بقى جوه البلوك بتاع مين، بتاع الاندكشن موتور كده. زي ما احنا شايفين ادي الايه، ادي الاندكشن موتور كاندكشن موتور تمام. هنبص لان احنا اشتغلنا طبعا على تو فيز اللي هي الالفا والبيتا اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، فبالتالي رحنا جينا هنا اهوت بالنسبه للاي بي سي او الفولت بتاع الاي بي سي بدانا نغيرهم. احنا طبعا كلنا عارفين الايكويشن الموجوده، لو حاولنا نعمل زوم ان او كنترول زد مثلا، انا هدوس كده على كنترول زد او كنترول بلس، شايفين انا بدوس كده كنترول بلس عشان اوريكم ايه، اوريكم الكلام ده ويبقى واضح على الشاشه كده وايه وكبير. فاحنا ادي الفولت الاولاني بتاع الفيزا ايه، ده الفيزا بي، ده الفيزا سي، هحوله الالفا في الفا وفي بيتا عن طريق المعادلات. احنا لما نحول الكلام ده عن طريق في الفا وفي بيتا، لو احنا فاكرين المعادله بتاعت في الفا يبقى هو 2 على 3 مضروبه في اليو 1 اللي هو الفولت بتاع الفيزا ايه، ناقص اليو 2 زائد اليو 3، والاثنين مقسومين دول مقسومين على نص ليه؟ لان اصلا انا بقول ايه كوزين، فهنا الزاويه بتاعت الفي ايه بتميل بزاويه زيرو، يعني الفيزا ايه هي هي الالفا، فعشان كده لما تتضرب في كوزين زيرو هتطلع اليو 1 هي هي. الثانيه الزاويه بتاعتها 120، فكوزين 120 بناقص نص، عشان كده احنا خدنا الناقص بره وقسمنا على 2، برضه كوزين 240 برضه بناقص نص، عشان كده بدل ما نضرب هنا في نص ونضرب هنا في نص بالناقص، لا جمعناهم وقسمناهم على 2 وضربنا نص بره. تمام كده؟ يبقى كده الكلام ده هيطلع لي الفي ايه؟ الفي الفا. طيب بالنسبه للفي بيتا طبعا هتبقى الايه؟ ده محور كان متعامد زي ما احنا كنا فاكرين اللي هو عامل زاويه 90 درجه، فبالتالي الفي ايه ده على الاكس اكسس يعتبر، فبالتالي قيمته بصفر، يبقى هيأثر معايا الفي بي والفي جي. وبدل ما هو كده كان ايه؟ يعني كلنا عارفين ان الكوزين 120 هنا بنص، بينما كوزين جذر 3 كوزين الساين بقى بتاعتها هتبقى بايه؟ بجذر 3 على 2، لما تضرب في 2 على 3 هتطلع لك انها مقسومه على جذر 3، فيبقى ديك انها ماينس يو 3 زائد يو 2. طيب فهنبص نلاقي كده ان احنا عندنا ادي الفي بيتا طلعت لي تمام، وطبعا ديت الاف سي ان اللي احنا كنا وريناها لكم قبل كده اهو، كاتب لي هنا اف سي ان 3 ودي هيكتب لي عليها اف سي ان 4 اللي احنا كنا جبناها قبل كده منين؟ من السيمولينك اللي هي كانت بالنسبه لنا اليوزر ديفايند فانكشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي دي. يبقى انا كده قدرت ان انا اعمل ايه؟ قدرت احول التو فيز ل 3 فيز اسف لتو فيز من خلال مجموعه المعادلات ديت، ودي المعادلات اظن واضحه كده قدامكم، والفيديو ما يبقى موجود معاكم هتبقى الدنيا ابسط واسهل وانت بتعمل طبعا ايه الموديل بتاعك. طب تعال نخرج من هنا.
طبعا. وكان الناس سالتني ازاي بتعمل البلوكات دي يا دكتور، قلت لها قبل كده انا هعمل كليك، اعلم على الكلام ده واعمل كليك يمين واختار كرييت سب سيستم. طيب تعال نبص بقى، ادي ايه؟ ادي الالفا اكسس، واحنا عندنا ادي الالفا اكسس والبيتا ايه؟ والبيتا اكسس. طيب طبعا الالفا اكسس دي نبص عليها، اللي هي الالفا اكسس انا اكيد اقصد الالفا روتر والالفا ايه؟ ستيتور. البيتا اكسس هي البيتا روتر والبيتا ستيتور. اما الجزء ده اللي فيه البارامتر بتاعت الماشين اللي احنا كنا عرفناها في الاول ساعه ما رميناها في الايه؟ في الويندو. تمام، احنا عندنا ادي البارامتر اللي اسمه بي اهو، وادي الجي كبلوك، وادي البيتا، وادي الار روتور، وادي الار ستيتور، وادي الليكج ستيتور، وادي الليكج روتور. جمعنا وادي الماجنتايزنج اندكتنس بتاعتنا، جمعنا الليكج ستيتور مع الماجنتايزنج اندكتنس اديتنا ال اس، وهنا جمعنا الليكج روتور مع ال ام اديتني ال روتور. فبالتالي بالتبعيه خلوا بالكم احنا كاتبين الكلام ده عشان نحسب ال ام بكام وال اس بكام. دي انا كده مش محتاج احسبها، لان طبقا للبرنامج المعمول بالسيمولينك طبعا هو كده كده البلوك ده هيبتدي يحسبها لي ويجمعها لي عادي جدا. يعني احنا لو بصينا هنا هنلاقي ان البلوك ده مسك ال ليكج ستيتور وال ام، جمعهم على بعض وطلع لي الاس ال اس. طب واحد يقول لي يا دكتور طب البلوك بتاع الجمع ده حضرتك جبته منين؟ هقول له والله انت لو فتحت السيمولينك كده تمام وبصيت عليه في الماس، هنشوف الماس اوبريشن كده يا شباب، هنبص نلاقي ان احنا عندنا مين؟ عندنا حاجات بتاعت الاد بتاعت الجمع، هوريها لكم دلوقتي هي موجوده تحت شويه. تمام، فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنطلع ندور عليها مع بعض. بصوا معايا كده يا شباب، ادي الايه؟ البلس بتاعنا زي ما احنا شايفين برضو، لو احنا محتاجين برودكت ادي في برودكت برضو موجود اهو. تمام، و احنا لو بصينا كده اهو، بصوا يا جماعه الاد اهي تمام موجوده اهي، ادي اد، وفي سمر سم هنا اهو. تعال برضو نبص على، ممكن اعمل بيها اد برضو. تمام، هوريها لكم لو موجوده ان شاء الله موجوده اهي، ادي السم دي. في الحقيقه انا اخترت السم دي وخدتها. تمام، هتقول لي طب الايقونه دي شكلها مختلف ليه؟ هقول لحضرتك دي ايقونه شكلها ريكتانجيولر، او اللي عندنا شكلها ريكتانجولر، دي شكلها سيركولر صح؟ احنا لو بصينا هنا وعملنا عليها دبل كليك كده عشان نشوفها بس مع بعض، هيبص يقول لي دي ايقونه ايه اللي حاصل؟ داخل لها بلس وبلس 2، طبعا خارج منها هيبقى الجمع بتاعي، وانا مختارها على شكل ايه؟ شكل ريكتانجل، يعني كانها بتاع ده مستطيل. انا لو عايز اعملها دايره يا جماعه بص كده الاختيارات الموجوده عندي اهو، انت عايزها راوند ولا عايزها ريكتانجل؟ طبعا اختار ريكتانجل، حضرتك عايز تعملها وتختارها راوند براحتك، مش هيفرق الشكل، كل واحد يعمل الشكل اللي عاجبه، يعني الشكل مش فارق في اي حاجه، المهم ان دي في الاخر حاجه بلس حاجه وايه؟ وبيتجمعوا مع بعض، فانا بختار لها الشكل اللي انا شايفه يبقى انسب للايه؟ لشكل الدايجرام. تمام؟ تمام ماشي. تعالوا برده هنا دي برده نفس القصه، ان الروتر لو دخلنا عليها برده يا شباب هتبص لها برده اهي عباره عن حاجه زائد حاجه، وبرده زي ما بقول لكم هتبص تلاقيها انا اخترت لها ريكتانجيولر، انت لو عايز تختار لها راوند اللي هي تبقى دائريه براحتك، اهم حاجه ان انت تبقى فاهم ان ديت عباره عن حاجه او ايقونه بتعمل جمع ايه لجزئين ده داخلين لها. خلي بالكم كمان انا لو دوست هنا بلس تاني هتبقى ايه؟ هتبقى ليها ثلاثه انبوت، لو دوست بلس تاني يبقى ليها اربعه انبوت، وخلوا بالكم برضه انا ممكن احط ماينس، يعني مش شرط ان انا احط بلس، فبالتالي بتحكم عدد الانبوت بتاعها هو عدد البلس والماينس اللي انا بكتبها هنا. طيب بالنسبه بقى للار اس اللي احنا شايفينها او الار روتور ديت مثلا، ايام تكون الامور هي مش مشكله قوي القصه دي عشان كنت بعمل حاجه ثانيه بالبرنامج، هي ممكن تبقى كونستانت كده واكتب قيمتها وخلاص، يعني اكتب هنا ار اس وخلاص. تمام ماشي، لكن طبعا انا ساعات بستخدم المركبه عشان اعمل بيه شغل خاص بيا في الابحاث والكلام دوت يعني. تمام، اكون هنا غير في قيمه المقاومه الكلام ده كله، فانا كل اللي انا هحتاجه من هنا ممكن اروح جاي واخد حاجه زي كده واسميها ار اس، يعني ايه؟ جين كده ثابت زي دوت زي ما انتم شايفين، ادي جين اهو تمام، او كونستانت، واروح كاتب فيه ايه؟ واكتب فيه الحاجه اللي انا عايزها ار اس، وانا كده كده عرفت الار اس او الار ار زي ما انا كنت كاتب هنا ال ال. لو حد سالني يا دكتور طب احنا جبنا الكونستانت منين؟ هقول له افتح السيمولينك لايبراري، الكونستانت ده هتلاقيها في السورس على فكره، لو فتحت سورس هتلاقي فيه كونستانت اهو، انت بتاخده وبتغير فيه اللي انت عايزه، ترميه عندك تسحبه وترميه وبعد كده تكتبه، هو هنا مكتوب فيه واحد، انت اكتب ار اس، اكتب الرقم اللي انت عايزه على حسب ظروف الشغل بتاعك. ماشي؟
كده يبقى احنا بصينا على البارامتر بتاعت المشين. هنا برضه انا خدت هو هو الجين هو هو اللي هو اللي احنا كنا شايفينه او الكونستانت ده، بس سميته ايه؟ سميته بي، والبي بالنسبه لي هو نمبر اوف بول في البرنامج. طيب تعالوا بقى ايه نبتدي نبص على البلوك دوت اللي هو ما يناظر الالفا اكسس اللي هو يمثل الروتر والايه والستيتر. هنلاقي البلوك ده داخل له اليو الفا اللي هو الفولت بتاع الستيتور في اتجاه الالفا، داخل له الار اس اللي هو الستيتور ريزيستنس، داخل له النيكج ستيتور، داخل له الفي دي ار اللي هو كنتو بزيرو اصلا اللي هو الجهد بتاع الالفا اللي هو في اتجاه الروتر بتاع الروتر في اتجاه الالفا، داخل له النيكج روتر، داخل له الار روتر، داخل له الاوميجا الكتريكال اللي هي الفريكوانسي بتاعي، داخل له الاف ار كيو اي دوت اللي هو الروتر فلكس تمام، وداخل له ال ايه ال ام. خارج منه الاي الفا والاي الاي الفا ستيتور والاي الفا روتو، ممكن تسميها زي ما انت عايز تسميها اي الفا ماشي، سميها اي دي اس ماشي، زي ما انت ايه زي ما انت عايز. وهنا طبعا ده تفاضل الفلكس، كلمه البي هنا معناها تفاضل الفلكس الالفا فلكس، هنا دوت تفاضل الروتو فلكس، وهنا ده الماجنتايزنج ايه ماجنتايزنج فلكس. طيب تعال نبص عليها، هنلاقي ان البلوك ده مكون من اربع بلوك، اللي هو واحد منهم بيحسب الفلكس بتاع الستيتور في اتجاه الدي او في اتجاه الالفا يعني، واحد منهم بيحسب الفلكس بتاع الروتر في اتجاه الالفا، واحد تاني بيحسب الماجنتايزنج فلكس برضه في اتجاه الدي او اتجاه الالفا. في ناس كتير قوي بيسموا الالفا دي وبيسموا البيتا كيوب، مفيش مشاكل، التسميه مش هتفرق معاك في حاجه، اهم حاجه تبقى المعادلات مكتوبه صح ومتوصفه صح. من خلال الاف دي اس والاف كيو اس والاف اس دي ار والاف دي ام احنا نقدر نحسب الاي دي اس اللي هو او الاي الفا اس، ونقدر نحسب الاي الفا روتر ماشي. طيب تعال نبص بقى مع بعض كده على مثلا البلوك اللي هيطلع لي الستيت اوف فلكس في اتجاه الالفا زي ما انتم شايفين كده اهو. لو احنا كنا فاكرين المعادلات، المعادلات كان فيها تفاضل اللي هي كانت عباره عن الفي اوف تي بتساوي الار اس في الاي الفا اس زائد معدل التغير فلكس اللي هي الدي على الدي تي في الالفا. طبعا كل اللي هنعمله هنجيب الار اس في الاي اس نوديها ناحيه الفولت هتبقى بالاشاره نيجاتيف، وبعدين نعمل انتجريشن، هذا الانتجريشن هيطلع لي الايه الفلكس. طب لو احنا بصينا كده يبقى احنا ادي الفي دي اس اهي، ادي الاي دي اس اهي، ادي الار اس. خلوا بالكم ان ماتلاب ما يعرفش في دي اس ولا يعرف اي دي اس ولا يعرف ار اس او الالفا اللي احنا بنتكلم عليها. الماتلاب كله يعرفه ان هو عنده ثلاثه انبوت، فالثلاثه الانبوت بالنسبه له هو هيسميها ايه؟ هيسميها يو 1 ويو 2 ويو 3 زي ما احنا شايفين كده. تعالوا نعمل كنترول بلس على اساس نكبر دي شويه كده ونتفرج عليها مع بعض. كنترول بلس اهي ماشي يا شباب تمام كده. يبقى عندنا ادي الاف دي اس اهي اللي هي اليو 1 اهو، كتبنا يو 1 احنا كنا بنقول فولت ماينس الار في الايه في الاي، فبالتالي ماينس يو 2 في اليو 3 اهي كتبها لي، اللي هيطلع لي من هنا هيبقى تفاضل الفلكس. لو انا كملت هحصل على الفلكس في اتجاه الدي او في اتجاه الالفا على حسب ما انا مسمي المحاور تمام كده. يبقى بلوك بسيط زي ما انتم شايفين اهو، بالنسبه بيحسب لي الدي فلكس بتاع مين؟ بتاع الستيتور. طيب لو جينا للروتر هنلاقي نفس القصه برده موجوده، بس خلوا بالكم في الروتر هيبتدي يظهر لي السبيد فولتج اللي احنا كنا بنحتاجها، عشان كده هتبص تلاقي انا ضارب في الاوميجا او في السبيد بتاعه الفولتج. نشوف بقى مع بعض مثلا لو احنا عملنا كنترول بلس عشان تكبر شويه، اعتقد كفايه اول حجم ده حلو قوي باين بالنسبه لكم. هنا يبقى الفولت الاولاني عشان كده كتب يو 1 ناقص الار روتر في تيار الروتر اهوت اللي هو بالنسبه طبعا للمحاور، احنا شغالين على الدي يبقى ده تيار الدي، شغالين على الالفا يبقى ده تيار الالفا على حسب المسمى بتاعك اهو. هتلاقيه بيقول لك ناقص يو 2 في اليو 3 زي ما انتم شايفين، ماينس كمان مين؟ ماينس الاوميجا في الفلكس اهوت، ادي الاوميجا مضروبه في الفلكس اهي ماينس. يبقى احنا كده حصلنا على الفلكس بتاع الروتر متفاضل عند البلوك دوت، وبعد كده لما جيت اكامل هذا الجزء هيديني الفلكس من بعد ما اللي كان متفاضل كاملته فحصلت على الفلكس. طبعا دي اف سي ان برضه تمام. حد يقول لي يا دكتور طب دي ايه؟ اقول له دي حاجه اسمها ماكس. تعال نبص عليها مع بعض كده برضه عشان نعرف نجيبها منين، عشان الناس تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لها. تعال نشوف سيجنال راوتنج مثلا، ادي السيجنال راوتنج اهي، بص عليها اهو زي ما انتم شايفين دي ايه الجزء اهو. تعال ننزل كده تحت عشان نشوفه اهو، ده الماكس اللي هو دوت، بس هنا اتنين انبوت. طبعا انا لو ضغطت عليه عملت دبل كليك ممكن اكتب 3 4 يكتب لي اي عدد انبوت انا عايزه، يعني لو بصينا كده عملنا دبل كليك على دي
هلاقي النمبر اوف انبوت، انا عندي انبوت هنا 5، رحت مغير الاثنين خليتها ب5 فخلاهم لي ايه 5. طيب بالنسبه للجزء اللي بتاع الانتجريتور ده هنجيبه منين؟ تعال نبص بقى مع بعض نشوف هنجيبه من انهي حته. ادي الانتجريتور، ادي الكونتينوس اهو ماشي. نشوف بقى الانتجريتور فين اهو، الانتجريتور بتاعنا اهو تمام، هو ده اللي انا خدته، هو دوت اللي بيعمل لي عمليه تكامل في الايه في الماتريب، هسحبه ووصله عشان يعمل لي عمليه ايه تكامل. طيب ده بالنسبه للايه للجزء بتاع الروتر ماشي، الفلكس بتاع الروتر. احنا كده شفنا الفلكس بتاع الاستيتور، الفلكس بتاع الروتر. لو ناخد بالنا في الفلكس بتاع الاستيتور عدد الانبوت اللي فيه 3 بينما هنا عدد الانبوت 5، على اساس ايه؟ على اساس ان هنا انا بحتاج اضرب في السبيد فولتج مع الفلكس، فبالتالي ده عدد الانبوت كده زاد بمقدار ايه؟ 2. طب تعال نشوف الايه؟ الفلكس بتاع مين؟ الفلكس بتاع الماجنتايزنج في اتجاه الالفا او في اتجاه الدي تمام؟ تعالوا بس ايه؟ نكبر دي كده شويه عشان يبان لنا احنا عاملين ايه بالظبط، وتعالوا بقى نقول كنترول زد عشان تبقى الدنيا واضحه، نكبر الكلام ده شويه كده تمام؟ يبقى عندنا ادي الاي دي اس وادي الاي دي ار وادي ال ام. طبعا احنا كلنا عارفين ان ايه؟ ان الاف دي ام هو عباره عن اي دي في اتجاه الستيتور زائد الاي دي في اتجاه الروتر، كل ده مقسوم على ال ام، محدش يا جماعه يحصل اي مس اندرستاند لما انا اتكلم اي دي، اي دي هو المقصود بيها الفا تمام، والاي دي اللي هنا برضه هي المقصود بيها الفا، بس واحده في اتجاه الستيتور وواحده في اتجاه الروتر. لو الاثنين دول اتجمعوا التيارات ديت واتقسمت على ال ام، ده هيديني الماجنتايزنج فلكس. اعتقد كده الدنيا واضحه وما فيهاش اي مشكله خالص. اتعرفنا على الكلام دوت تمام جاي منين، وتعرفنا على اف سي ان جايه منين. لو حد برضو ممكن يكون ناسي شويه وبيحاول يفتكر القصه بتاع ديت بالنسبه لي تمثل انبوت، طب الانبوت دوت انا هجيبه منين؟ هنا يا جماعه في حاجه اسمها السورس، السورس برضو هتلاقي فيه انبوت اهوت، هوريه لكم لو نسي اهو. ادي الان ديت وانا باخدها واغير اسمها زي ما انا ايه؟ زي ما انا عايز. يعني احنا لو بصينا هنا كده وعملنا دبل كليك كده اهو هيقول لنا ان ايه؟ ده بلوك اي دي اس على حسب ما انا مسميه، وهو قال لي انبوت بورت. انبوت قال لي ان دوت هو عباره عن انبوت، وطبعا ده هو بما انه رقم واحد فكتب لنا ده رقم واحد. طبعا لو انا ضغطت على ال ام هلاقيه بيقول له ده انبوت برضه او ان بورت اهوت، وانت مسميه البورت رقم كام؟ رقم 3. طبعا ده هو الاوت بتاعي، هتلاقيه بيقول لك اوت بورت وده رقم واحد لان مفيش عندي الا خارج واحد. لو انا عايز الاوت بورت ده هفتح برضه السيموليشن، هلاقي الاوت بورت بتاعي ده موجود في سكيل سينكس اسف، سينكس هيلاقي فيها ايه؟ سينكس هيات فيها الاوت بورت يا جماعه تمام؟ اوكي يبقى كده الدنيا كده ان شاء الله واضحه تمام؟ نيجي بقى نشوف موضوع التيارات، برضه هكتب نفس معادلات التيارات هي، هبص لان انا بجيب من هنا بما ان ديت الالفا او الدي، فانا بجيب تيار الدي في اتجاه الستيتور وتيار الدي في اتجاه الروتر، او تيار الدي بتاع الروتر وتيار الدي بتاع الستيتور. زي ما احنا شايفين كده ادي الايه؟ الانبوت اللي داخل. لو احنا عملنا دبل كليك هنا كده فنلاقي ان انا ايه؟ الفلكس بتاع الاف دي اس والاف دي ام يعني بتاع الستيتور بتاع الماجنتايزنج لو طرحناهم وقسمناهم على الليكج ده هيديني الاي دي اس تمام. نوضح بس نكبر الحته دي شويه بس عشان الناس تبقى ايه تبقى شايفاها. هنقول كنترول زد اهوت تمام. احنا كده ايه عملنا هذا الموضوع، فتعالوا بقى ايه نشوف القصه دي هتبقى عامله ازاي. فزي ما احنا شايفين كده يا جماعه دوت الدي اكسس بتاع الستيتور فلكس، والدي اكسس بتاع الروتر اهوت هو نفس الكلام. لو احنا برضو اللي هو الاف دي ار ناقص الاف دي ام على الليكج روتر ده بيديني الاف دي روتر. لو حبينا نكبر بس الموضوع شويه هندوس مثلا كنترول زد تمام. فلو حبينا نكبر الموضوع ده لو دوسنا مثلا كنترول زد كده كده اعتقد حتى احنا لو ما كبرناش الدنيا ايه واضحه بالنسبه لكم ان شاء الله ما فيهاش ايه اي مشكله خالص. طيب فاحنا كده حددنا ايه الدنيا ديت هتمشي ازاي، وهنقدر نحسب الكلام دوت ازاي تمام. هنا لو جينا هنا اوكي هنشوف بقى القصه ديت ماشيه ازاي. زي ما احنا شايفين اهو كده احنا لو حبينا نعمل كنترول زد اهو، ف
زي ما انتم شايفين ديت المعادلات اللي بتحسب اللي بتحسب الاي دي ار، هي عباره عن الاف دي ار ماينس الاف دي مع الليكج روتر. تمام. طيب نخرج بقى الايه بره الموضوع دوت. نفس القصه برضو لو احنا دخلنا على الكيو اكسس اهوت او البيتا، يعني هنبص نلاقي ان احنا عندنا ادي البلوك اهو داخل له في كيو اس وار اس وال ام وفي كيو ار والار روتر والاوميجا روتر والاف ار دي اي والليكج ستيتور والليكج روتر، وخارج لنا من هنا الستيتور فلاكس في اتجاه البيتا وطبعا والماجنتايزنج فلاكس، وسواء البيتا ديت سواء الروتر او الستيتور. تمام. وعندنا ادي الاي ستيتور وادي الاي بيتا روتر برضو في هذا البلوك. لو احنا دخلنا هنلاقي برضو الثلاث بلوكات اللي احنا حافظينهم اللي هم البلوك الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هنلاقي نفس القصه برضو لو عملنا كنترول زد اهوت عباره عن يو 1 ويو 2، يو 1 ماينس يو 2 في يو 3 اللي هو يمثل بالنسبه لنا الفي كيو اس او الفي بيتا ماينس الار اس في الاي اس، ده هيدينا معدل التغير في الفلاكس لو احنا كملناه هيدينا الفلاكس في اتجاه البيتا او في اتجاه الكيو. تمام. هي برضو الاف كيو ام بالنسبه لي هيبقى هو عباره عن ايه، لو احنا شدينا الاف سي ان دي بره كده شويه وبدانا نكبرها مثلا عشان الدنيا تبقى واضحه، ف هنقول كنترول مثلا بلس اهي زي ما احنا شايفين، يبقى هو عباره عن اي كيو اس زائد الاي كيو ار مقسوم على ال ال ام مضروب في ال ال ام اسف هيدينا الاف كيو ام. ايضا لو احنا دخلنا على الاف كيو ار هنلاقي برضو نفس الموضوع، بس خدوا بالكم ان هنا بما ان احنا بنتكلم على الروتر فنسبه فولتج هتبتدي تظهر معانا زي ما احنا شايفين كده، وادي الفلاكس اللي هو جاي من دي لان نسبه فولتج بيبقى عباره عن سرعه الروتر، لو انا بتكلم على الالفا هيبقى هو جاي من البيتا، لو انا بتكلم على البيتا هيبقى هو جاي من الالفا زي ما احنا شايفين كده. واحنا كنا قلنا ان في واحده بتبقى بلس في المعادله وواحده بتبقى ماينس اللي هي الاوميجا، يعني لما تتضرب في الفلاكس هتبقى واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف على حسب الاكسس وانا المحاور بتاعتي ماشيه ازاي. بعد كده عندنا لو احنا كملناها نبتدي نحصل على الكيو اكسس بتاع الروتر ماشي في اتجاه البيتا او البيتا او الفلاكس بتاع البيتا اكسس. تمام. برضه لو انا عايز اجيب التيارات بتاعت البيتا في النسبه للستيتور والروتر، واحنا قلنا في بعض كتب بتسميها بيتا والفا وفي بعض كتب بتسميها دي وكيو، فاحنا دلوقتي جوه البيتا اللي هي بتسمى مثلا كيو. تمام. هنبص نلاقي ان احنا عندنا الاي كيو اس اهي موجوده او الاي بيتا بتاعت الستيتور وهنا الاي بيتا بتاعت الروتر. طيب لو احنا دخلنا بقى على القصه دي وحاولنا نشوفها برضه نبص عليها بوك ده، لو انتوا واخدين بالكم شبه البلوكات بتاعت البيتا بالظبط الالفا بالظبط، فنبص نلاقي ان احنا عندنا ادي اف كيو اس واف كيو ام هيتطرحوا ويتقسموا على الليكج ستيتور عشان احصل منه على البيتا او الاي كيو بالنسبه للستيتور. تمام. لو احنا جينا نتكلم على الروتر هنبص نلاقي برضه نفس القصه كده، لو احنا حاولنا نعمل كنترول زد كده هنلاقي ان الكلام دوت هو عباره عن اف كيو روتر ماينس اف كيو ام، كل ده مقسوم على الليكج ايه روتر. طيب يبقى احنا كده شفنا الفلاكسز، شفنا الكرنت، او شفنا الايه البلوك الرئيسي اللي هو بتاع البيتا وبتاع الالفا. طبعا لسه عندنا بعض البلوكات برضو الثانيه اللي هي عباره عن البلوك بتاع التورك والبلوك بتاع السبيد والكونفرجن والكلام ده. طيب احنا كده بقى لو جينا نبص على البلوك بتاع التورك هنلاقي ان ادي التورك الموجود. طبعا كلنا عارفين معادله التورك وكنا شايفينها بتاعت الموتور اللي هي بتتاثر بالال ام والال روتور، وهيبقى عندنا بالفلاكس بتاع الروتور والفلاكس بتاع في اتجاه البيتا اللي هو في اتجاه البيتا اللي هو كيو وفي اتجاه الالفا اللي هو الدي. احنا قلنا المسميات هتسمي بمزاجنا، كل الكلام ده هيتضرب في الاي دي اس والاي كيو اس. فاذا المعادله دي عشان بس نفتح دي شويه او نزق دي شويه عشان ايه المكتوب جواها يظهر يعني. تمام. لو احنا حاولنا نكبر الموضوع ده سنه صغيره كده كنترول بلس مثلا عشان تبقى باينه بالنسبه لكم، زي ما انتم شايفين كده اهوت ادي 3 بي على 4 مضروبه في، طبعا احنا ممكن نكتبها 3 بي على 4 او ممكن نكتب 3 على 2 في بي على 2 مضروبه في اليو 5 في اليو 1. طبعا اليو 5 هي زي ما احنا شايفينها اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن ال ال ام، وبعدين كانت مقسومه على ال روتور فرحت جاي حاطط هنا يو 6 اللي هي اخر واحده اللي هي ال روتور، من بعد كده يو 1 في اليو 2 اللي هي الاف دي ار في الاي كيو اس ماينس اليو 3 في اليو 4 اللي هي عباره عن اف كيو ار في الاي دي اس. يبقى انا كده
من خلال المعادلة دي قدرنا نحسب مين؟ قدرنا نحسب التورك، يبقى دوت هو الموتور تورك اللي هيطلع لي. تمام. احنا برضو من خلال التيارات اللي هي الاي دي اس او الاي الفا والاي بيتا بتاعت الاستيتور، لو انا طبقت في المعادله العكسيه المره دي عملناها بطريقه مختلفه، استخدمنا الجين، بس استخدمنا الجين على هيئه ماتريكس، دخلنا الاي الفا والاي بيتا وضربنا في الانفرس بتاعت الماتريكس اللي هي بتحول من 3 فيز ل 2 فيز، هنعمل الانفرس بتاعها اللي هو هيحوله من 2 فيز ل 3 فيز عشان اقدر اطلع تيار الفيزا A وتيار الفيزا B وتيار الفيزا C. تعال نكبر بس شويه كده عشان لما نيجي نفتح تبقى الدنيا واضحه. ماشي. لو دوسنا بقى على الجين ده كده هنلاقي كيف اليو اللي احنا كنا بنتكلم عليها، هنبص نلاقيها ايه؟ ان هي ديت القيم اللي هتحسب لنا الايه المصفوفه العكسيه بتاعتي. وطبعا احنا قلنا الجين ده بيجي منين؟ لو احنا فاكرين من الماثيماتيكال قلنا ان احنا ممكن نستخدمه كايه؟ ممكن يستخدمه في الماس اوبريتور، ممكن يستخدمه كجين او اللي هو الجين ده، او ممكن يستخدمه كماتريسيز احنا قلنا عادي اهو. يبقى انا ممكن استخدمه كرقم او ان انا اقدر استخدمه كايه؟ كماتريسيز زي ما احنا استخدمناه هنا. يمكن احنا عملنا واحده واحده كده بواحده كده على اساس الموضوع يبقى باين انا ممكن استخدمه ايه ازاي. تمام. خلوا بالكم برضه زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا الماكس دوت بيدخل له كذا انبوت ويخرج اوتبوت واحد، في هنا ممكن لو الاوتبوت زي مالتي بلكسر كده انا عايز اشوفه هجيبه منين. ماشي. تعال نشوف بقى مع بعض. ماشي. تعالوا ندخل على سيجنال راوتنج اهو داينكس اهو اللي هو ده يعتبر زي مالتي بلكسر، داخل له حاجه واحده وهو ايه متركب عليها كذا ويف، فهو بيتفرجها على حسب. وبعدين انا ممكن اعمل عليها دبل كليك واحط فيها النمبر اوف اوتبوت اللي انا عايزها، فهنا دوسنا على ايه؟ على 3 على اساس ان احنا عايزين 3 اوت اللي هو اي اي واي بي واي سي. طبعا انت على حسب ظروف الشغل اللي معاك تقدر تحط العدد اللي انت عايزه. تمام. طيب هنا بقى بالنسبه لنا فاضل البلوك في الماتلاب، اخر بلوك في الماتلاب اللي هو البلوك الخاص بمين؟ البلوك الخاص ب ان احنا نقدر نطلع السبيد. لو بصينا على البلوك هنلاقي داخل له التي الكتريكال، وداخل له التي لود اهوت، وداخل له الجي اللي هو المومنت اوف انيرشيا، وداخل له البيتا اللي هو الفريكشن. لما نيجي نبص عليها نلاقيه بالشكل اللي احنا شايفينه دوت اللي هو معادله الدي اوميجا على الدي تي اللي احنا كنا بنطلعها. تمام. لو جينا نكبر دي شويه بس عشان تبقى واضحه، هنا كنترول بلس اهي زي ما انتم شايفين كده، ادي التي الكتريكال وادي التي لود وادي الجي وادي البيتا. تمام. وعملت فيدباك من السرعه اللي هي دي اوميجا على دي اللي هي الاوميجا. تمام كده اهوت. اللي بيحصل هنا هنبتدي نكمل الحته ديت. تمام. و بعد ما نكملها هي الحته ديت فيها دي اوميجا على دي تي، المفروض ديت تتضرب في البيتا صح؟ تمام. فعشان كده دي حته كده مش ايه؟ مش مظبوطه، فاحنا ممكن نشيل الجزئيه ديت كده او نشيل الحته ديت ونايه؟ نرجعها كده لايه؟ اصلها دي كده المفروض ما تبقاش متاخده من هنا، دي المفروض تتاخد منين؟ الفيدباك ده هيتاخد من معدل التغير اللي هو دوت ده الصح بتاعها يعني. تمام. طيب يبقى احنا كده ادي ايه؟ ادي المعادله اللي بتحسب الحاجه ديت وريناها لكم، وبعدين ادي التكامل عشان يطلع لي السرعه، السرعه لما اضربها في درجتها بي على 2 عشان اجيب بيها الاوميجا اللي هي 2 باي اف، بينما ديت هي الاوميجا الميكانيكال. تمام. يبقى احنا كده حصلنا على ايه؟ بدوت كل البلوكات اللي بتمثل الاندكشن موتور احنا شرحناها بالتفصيل. تمام. ودوت الاسكوب بتاعي، الاسكوب بتاعي لو انا حاولت اضغط عليه كده واشوف بقى انا ممكن الاقي فيه ايه، مثلا هلاقي في حاجه اسمها الفايل، ادي الفايل اهو كده. هنا المين بارامتر بتاعه، وهنا التايم عشان احدد التايم. مثلا انا لو دوست على التايم عند السبان دوت وخليته اوتوماتيك فهو ايه؟ بيغير التايم الموجود على حسب ما انا بكتب التايم ايه مثلا. يعني في المتلب مثلا لو احنا حبينا نشوف هنا هو هنلاقي ان احنا عندنا التايم هنا ب 0.5، هنبص من موضوع الاوتوماتيك ده هو خلاني التايم 0.5، لو انا غيرته باي حاجه هيغيره برده. تمام. هنا التايم اكسس قلنا ان التايم ده موجود على البوتوم اكسس اونلي، يبقى التايم دايما اللي تحت هو بالنسبه لي ده يعبر عن التايم.
واللي فوق ده على حسب ما انا هسميه. طب انا لو حبيت اسميه او استعرضه يعني ممكن انا اختار مثلا اقول له display 1، يعني بص هنا في display 1 2 3 زي ما احنا عايزين، تمام. فانا ممكن اكتب على 1 اللي انا عايزه، يعني مثلا لو جيت هنا قلت فان 1 1 ده بالنسبه لي تورك، صح؟ تعال نكتب كده تورك عليه ونشوف ايه اللي هيحصل، تمام. لما اكتب عليه تورك واقول له اوكي، بص يا شباب كتب له اهو على اول واحد تورك. لو انا اخترت التاني برضو ماشي، لو انا اخترت التاني وبدات اكتب هكتب اللي انا عايزه، تمام. هنا مثلا الجزء ده بتاع الفيو ده لو انا اخترت كونفيجريشن بروبرتيز هيطلع نفس القيمه اللي احنا كنا واقفين عندها. مثلا نمبر اوف اوت بورت 3 ده بيقول لي انت فاتح الانبوت بتاعتك بالنسبه للاستسكوب، انت مدخل الحاجات دي على 3 بورت او الانبوت بتاعتك 3 انبوت بورت، انا حددته من هنا، تمام. السامبلنج تايم بتاعك اللي هو السامبل اللي انت واخدها 2 في 10 اس ناقص 6. هنا كمان زي ما احنا بنتكلم على موضوع التايم، هنا لو احنا بصينا على الديسبلاي اهو بيقول لي اكتف ديسبلاي 1، لو انا دوست على 2 وبدات اكتب مثلا ان ال 2 دوت هو السبيد اهو، هيقول لي لو انا رحت كاتب هنا شايف ده كده ورحت كاتب هنا سبيد، هنبص نلاقي ان هو هيقول لي هيكتب لي الحاجه الثانيه اللي انت كتبها، شايفين هو اتكتب سبيد اهو، تمام كده اهو. طبعا احنا لو دوسنا على كده طيب شايفين، انا طبعا في حاجه انا غيرت الحاجه دلوقتي بالنسبه للتايم، تعالوا طب من ايه ابص على الفيو كونفيجريشن كده، تمام. طيب التايم هو اوتوماتيك، طب تمام اوتوماتيك كده. طيب برضو تعالوا نبص على حاجه تانية اللي هي لو انا حبيت اغير في مين، اغير في 3 برضه هقدر اغير من هنا زي ما احنا اتفقنا، خلاص تمام كده مفيش مشاكل. عندنا كمان هنا هو ايه، طيب ماشي دوت برضه هنتعرف على الجزء ده بعد كده ان شاء الله بشيء من التفصيل على حسب احتياجاتنا يعني، تمام. ادي برضو هنا اهوت لو احنا حبينا نبص على الجزء بتاع اللوجنج ده بيحدد لي الداتا اللي انا عايز احطها، وده بيقول لي اسم الاسيسكوب، الاسيسكوب بتاعي اسمه سكوب داتا، استراكشر وستايل دي ليها وممكن يبقى استراكشر واري وحاجات زي كده، فاحنا هنشوف احنا هنختار ايه طبقا للظروف بقى بعد كده، بس المره دي هنمشيها على انها استراكشر وستايل كده. يبقى احنا مسكنا الايه الاسيسكوب، اتعرفنا على اغلب الحاجات اللي هي في الاسيسكوب بتاعي، تمام. كمان هنا اهوت لو بصينا لو انا عايز السيميليشن دوت او عايز الاسيسكوب يفتح اول لما السيستم يبتدي يشتغل ويرن، هعلم عليه دي تمام كده، فيبتدي يقول لي ايه على طول، يبقى هو كده يبتدي اول لما السيستم يرن يروح ايه يروح جاي فاتح على طول من غير انا ما اعمل عليه دبل كليك زي ما انا عايز اصلا. لما انا احب اعمل حاجه ممكن ادوس اوكي او ادوس ابلاي، فتبتدي الموضوع ده يبتدي ايه يتاكتف معايا، تمام كده اهو. نقفل ده. يبقى احنا كده ايه اتعرفنا على الاسيسكوب، تمام، واتعرفنا على ازاي ان انا اقدر اعمل او ابني الموديل بتاع الاندكشن موتور، والساين ازاي الساين فانكشن ازاي نقدر نكون الساين فانكشن، تمام، او الساين ويف يعني او الانبوت دوت يبقى ساين ويف. ممكن بعد كده برضو نبقى نشرح الانفرتر بالتفصيل او السيموليشن بتاع الانفرتر في مرحلة تانية بالتفصيل، وممكن نبص عليها بسرعة بقى دلوقتي كده نشوف الدنيا كده اخبارها ايه. كده يبقى احنا استعرضنا اغلب الحاجة. طيب تعالوا مثلا من البارامتر الموجود وليكن برضو ناخد ايه، نجيب هنا مثلا الجزء بتاع الموتور اللي انا هشتغل على كونستانت لود، تعالوا نرن السيموليشن ده مرة ثانية كده بعد التعديلات اللي احنا ايه عملناها ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا كده مع بعض هنرمي الكلام ده من اهوت على اساس ان انا عايز اغير اخلي اللود مثلا ثابت اهوت، تمام. ما هو بيقول لي ان اللود هنا ميكانيكال اللود اهوت اتعرف عليها ان هو بقى بخمسه في الفتره من زيرو لايه؟ لخمسه، تمام كده. وعندنا السيموليشن اهوت 0.5، تعالوا نعمل له ران كده
ونبتدي نشوف ايه اللي هيحصل بقى مع الأغاني اللي احنا عملناها. نبتدي نشوف ايه، شايفين هو كده كده بما ان احنا ظبطنا الدنيا على الاوتوماتيك فهو ايه عمل 5 من 10 اهو. ده الشكل ده عموما، انا عشان لسه بشغل بقى لأول مرة يعتبر بعد التعديلات اللي احنا عملناها، فهو ايه اهو بيوريني بقى الايه الفاريشن اهو. السرعة السرعة عمالة تزيد اهي، والتورك بدأ عايز يثبت اهو، والتيار تقريبا بدأ يبقى ثابت اهو. تمام كده، هسيب السيموليشن بقى لغاية لما يكمل كده. وبعدين ماركو كده الدنيا بقت ايه السبيد اهي سكت خالص اهي، والترك تقريبا هو بقى هو 5 نيوتن اللي طالع، وادي التيار بقى ايه بقى ثابت مفيش مشكلة خالص بالنسبة لي. تمام، طيب تعال نبص بصة كده بقى بسرعة على الايه على الجزء بتاع اللي هو الجزء بتاع اللي هو الانفرتر. تمام، نبص عليه كده قبل ما نقفل الفيديو. نشوف بقى موديل 1 ده كده اختاروا ايه، نقول له اوبن افتح هون نشوف كده هنا ايه. ده برضو كان تمثيل تاني للسنسوريدر سبلاي. تمام، طيب تعالوا نشوف الانفرتر، اعتقد هو يبقى في الموديل رقم 2 اوبن اهوت كده. تمام، هندخل على ماي دوكيمنت او دوكيمنت، ادي المطلب اهي، بعد كده نختار الموديل رقم 2 اهو. تمام، عشان برضه بالمرة يبقى في الفيديو ده اشتغلنا من سولدر سبلاي ومن انفرتر. هيفتح دلوقتي ان شاء الله اهو. تعال نشوف بقى ده الانفرتر بتاعنا زي ما احنا شايفين، ادي الدي سي داخل اهوت، وبعدين بعد كده ادي ستري فيز وريدج كونفرتر، وادي الباور سورس ريجوليشن اللي اتولدت بتاعتنا. لو عملنا دبل كليك كده هيقول لي الكنترول الفريكونسي ان انا شغال عايز اطلع فريكوانسي سيجنال ب 50 والكارير بتاعي ب 20 كيلو والموديليشن اندكس بتاعتي ب 1. طب احنا نعمل ايه في هذه اللحظه عشان الدنيا تبقى كده تبقى مظبوطه يعني، او نقدر ندخل جوه نتفرج؟ هنعمل طالما البلوك ده عامل كده يبقى ممكن نعمل كليك يمين وندوس على ايه على ماسك، ومن ماسك هنقول له لوك اندر ذا ماسك، يعني وريني تحت الايه تحت الكلام دوت. هنلاقي ان احنا متولد لنا هو ساين ويف، ادي 3 فيز، والجزء ده فوق اللي هيطلع البلصاية او البلصات عن طريق ان هو هيقارن مع الكارير. تمام، زي ما احنا شايفين ادي الايه ادي السيتوس، وادي الايه وادي الثري فيز هيقطع فيهم عشان يطلع البلصات. الجزء ده هيروح للابر سويتش بتاع الفيزياء ايه، الجزء ده هيروح للور سويتش بتاع الفيزياء ايه، الجزء ده رايح للابر فيز بتاع الفيزياء بي عشان هو واخد هنا من الفيزياء بي مقطعين في الفيزياء بي، والجزء اللي تحت ده هيروح للور سويتش بتاع الفيزياء بي، هنا مقطعين الفيزا سي مقطعينها، وهنا ايه الجزء دوت بيروح للاور سويتش بتاع الفيزا سي. تمام كده، ادي السته بارس، السته بارس دول طبعا احنا عايزين نبص عليهم، هنبص عليهم من خلال الاسكوب دوت. تمام، هنا بعد كده ايه لما ادخل بقى بالكلام دوت، ده الانفرتر بتاعي. تمام اهو زي ما انتم شايفين، ادي السويتشز او البلصات اللي رايحه لسويتش واحد، اس واحد اللي هو ده، اس 2 اللي هو اللور، اس 3 اللي هو الابر هو في الفيزا الثانيه، اس 4 اللي هو اللور في الفيزا الثانيه، اس 5 اللي هو الابر في الفيزا الثالثه للفيزا سي يعني، والاس 6 هي الابر في اللور في الفيزا ايه رقم 6، والدوت الاي جي بي تي ماشي بتاعي او المصفت، احنا شغالين مصفت فبيديني هنا بيانات بقى المصفت ان هو وهو اون المقاومه بتاعته بواحد من عشره، الانترنال دايت بتاعه المقاومه لان احنا عارفين في دايت اهو عشان تشكل مسار للتيار بيبقى قيمة المقاومة بتاعته بواحد من 100. احنا برضو كمان ممكن نكتب معادلة لكل واحد من السويتشات دي ونمثله كايكويشن بالبلوك ديجرام عادي، بس احنا مش هنبقى محتاجين نعمل الكلام ده لان احنا مش هنحتاج نغير في اي حاجة تخص الايه
الانفرتر او تخص السويتشز يعني. فعشان كده احنا مش هنكتب للجزء دوت ايه معادلات، تمام. وادي ايه عندنا، ادي ايه، ادي الجهد هو داخله دي سي اهو زي ما انتم شايفين، وادي الفيزا ايه خارجه من هنا بين الابر واللور، وادي الفيزا بي خارجه هي برضو بين الابر واللور، وادي الفيزا سي خارجه بين مين؟ بين الابر برضو واللور، وهكذا بقيس الكلام دوت. ولو انا عايز اقيس اللاين تو لاين فولتج ممكن اجيبه من هنا، او اقيس الفيز تو فيز فولتج برضو ممكن اجيبه من هنا عن طريق الاسلسكوب، ودوت اللاين تو لاين فولتج اهوت طلعنا منها عن طريقها الـ VAB والـ VBC والـ VCA، قدرنا نحسب منها الـ VPhase عن طريق البلوك اللي قدامكم ده. وأما الجزء دوت هو دوت عبارة عن فولتميتر ممكن نجيبه من الميجرمنت، تمام؟ بلوك. طيب كده يبقى احنا ايه استعرضنا الجزء الخاص بمين؟ بالسيموليشن بتاع الانفرتر أو تشغيل الانفرتر من خلال الاندكشن موتور من خلال الانفرتر، او تشغيل الانفرتر من خلال سينسيفيدال سبلاي، تمام. وتعرفنا على شكل الويف والكلام دوت كله، وتعرفنا ان احنا في عندنا حاجه فينا اسمها التايم ستوب، ده اللي هو التايم اللي السيميليشن هيقف عنده، تمام. ودينا دلوقتي عملنا ران لما جينا نشغل الايه الاندكشن موتور من المتل من الانفرتر زي ما انتم شايفين كده. ادي برضو ايه ده التورك اهوت، وهنا ديت السبيد، وهنا دوت الايه الكرنت المسحوب برضو نفس القصه زي سنسور سبلاي. واضح هنا ان فينا ديستورشن زياده شويه عشان طبعا احنا شغالين سويتشز وكده اهوت، او سيمي كوندكتور مش بيور سنسور وكده اهوت، ونتيجه للديستورشن والنويز. فزي ما احنا شايفين ادي ايه، ادي اشكال طلعت لنا بالمنظر اللي احنا ايه شايفينه دوت. هنتفرج كده نشوف الدنيا كده اخبارها ايه برضه هنا، تمام. ماشي، ادينا مستنيين اما نشوف السيموليشن ده ايه زي ما احنا شايفين كده. دي ايه السرعه عماله تزيد اهيت، وادي ايه وادي التيار هو هيبتدي يقل شويه، التيار واضح انه بدا يقل شويه اهو، تمام. يعني كده احنا عموما كده ايه احنا دورنا السيموليشن اهوت، والدنيا دارت من هنا اهوت، وايه وعرفنا بقى ازاي يبقى دوت، ازاي ان احنا نقدر نستخدم انفرتر، وازاي نستخدم سينسور سبلاي، تعرفنا ازاي نكون الاندكشن موتور من خلال المعادلات بتاعتنا. لو انا عايز اوقف السيموليشن هدوس على الستوب كده هيوقف السيموليشن خالص، انما لو كنت عايز اوقفه عند الحته اللي انا واقف عليها كنت هدوس على الجزء اللي كانت باينه بالنسبه لنا ديت، تمام. خلوا بالكم برضو من شويه حاجات مهمه، ان انا مثلا ممكن عن طريق ايه، احنا اتعرفنا خلاص ان الجزء ده بتاع السيمولينت لايبراري اللي احنا قعدنا نقول كل حاجه فيها بتيجي من انهي جزئيه وكده اهو، تمام. احنا كمان في الجزء بتاع السيموليشن دوت احنا ممكن نحدد ايه الحاجه اللي احنا الموديلنج كده. تعالوا نشوف مع بعض موضوع الموديلنج دوت، تمام. ادي الستوب تايم اهوت ب 0.5، تمام. لو احنا دوسنا على الموديل اديتور ان انا ممكن اعدل في الموديل من هنا، ممكن استكشف شويه حاجات في الموديل من هنا، تمام. ممكن كمان ان انا لو عايز حته ان انا ارن وستوب من هنا، ستوب ستيب فورورد، يعني دي هنبقى نتعرف عليها بعدين، ان انا ارن البرنامج، تمام. حتة كمان الجزء بتاع الويندوز الموجودة اتعرفنا عليها، تمام. في دوت بقى كده خلاص بتاع الانفرتر دوت كده، تمام. واتعرفنا على كوماند ويندو اللي احنا بنكتب فيها الأوامر والورك سبيس والكلام ده كله، واتعرفنا هنبتدي ايه نجيب الحاجة بتاعتنا ازاي. مثلا لو احنا بصينا برضو على السيمولينك دوت كده هيقول لنا انشيلايز، ادي ستارت ريج ديت الصفحة الرئيسية بتاعت السيمولينك بتاعنا، تمام. ده لو انا عايز اخد حاجه انا عاملها من هنا، او في تمبليت جاهزه انا عايز اتعامل معاها ممكن اخدها من هنا اهوت، يعني مثلا ده موديل فاضي
ده بروجكت فورمت جيت، يعني في شويه حاجات كده ممكن ناخدها من هوت. تمام، بس احنا طبعا بنشتغل غالبا بايه، نجيب سيمولينك فاضي ونبتدي احنا نعمل الموديل بتاعنا. وادي مديني برضو بعض اكزامبل شويه حاجات كده لو احنا حبينا نتعرف عليها ونبقى نبص عليها واحنا ايه واحنا قاعدين مع بعض. ودي بعض المشاريع اللي كانت مفتوحه، وديت بعض الايه السيمولينك اللي هي كانت اللي هو مديها لنا كايه كاكزامبل يعني. تمام، زي ما احنا كده شفنا كده الايه الموضوع دوت هيمشي معانا ازاي. تمام، خلوا بالكم كمان ان احنا عندنا ده مثلا احنا بنقول ان ده شغال نورمال. النورمال يعني ان انا مش مسرعه، في ساعات موديل بتحتاج اعمل لها اكسلريتور فبدوس هنا عشان اسرع. في حاجه بتبقى رابد اكسلريتور برضه محتاجه تسريع اكتر فبدوس على الايه على الرابد اكسلريتور. في لما يحصل هنا ديباج او حاجه انا عايز اظبطها نتيجه لخطا معين ممكن ادخل على الجزء دوت. تمام، لما اعمل سيموليشن فاست ستارت سيموليشن ممكن ادخل من هنا هو. تمام، لو عايز اوقف اخلي السيموليشن يوقف عند تايم معين ممكن ادوس هنا. زي ما احنا قلنا قبل كده على الموديلنج دوت ان احنا ممكن نقدر نظبط ايه الموديل من هنا، نعدل فيه شويه حاجات. الفورمات مثلا بتاعي ممكن اظبطه برده من هنا. ان انا مثلا ايه يعني هنا مثلا الخط اللي انا بكتب بيه خط قرايل الفونت بتاعه 10، ممكن ابتدي اغير في الفونتات من هنا. لو عايز اعمل باك جراوند او اي حاجه زي كده او الون لون معين ممكن الونه من هنا اهوت. تمام، القصه كده اهوت. يعني لو في مثلا هنا اهوت ابلكيشن معين انا عايز استخدمه وعايز اتعامل معاه زي امبيدد سيستم موديل لينيرايز، لو موضوع مثلا السكوب بتاعي عايز اعمل اي حاجه تخص السكوب الكلام دوت ايه كله ممكن اقدر ان انا اطبقه من خلال ايه الجزء ده. اتمنى ان الموضوع كان يبقى بالنسبه لكم الدنيا بقت كده تمام. وهنا كمان على فكره خلي بالكم لو انا عايز اجيب يعني مثلا ده بيقول لي كل ايتم موجود جوه الموديل بتاعي، يعني مثلا ده اندكشن موتور موديل، في سب سيستم اسمه ترانسفورميشن، في سب سيستم 1 2 3 الدي اكسس في كيو اكسس في الكلام ده كله. طبعا بجيبه لو انا دوست على الموديل دوت كده اهوت قفلت تاني. تمام، برضو لو احنا دوسنا على الموديل دوت هيقفل لي الحاجه اللي كانت موجوده. تمام، برضو يعني ايه الماتلاب اصلا حقيقي هو في حاجات كتيره جدا كل واحد بياخد منها الحاجه اللي هو ايه محتاجها. اتمنى طبعا ان انتوا في نهايه الفيديو ده تكون الدنيا بالنسبه لكم ظبطت وايه وعرفتوا احنا هنعمل ايه بالظبط وعرفتوا السيميليشن بالنسبه للجزء اللي الناس كانت طلبته مني. طبعا احنا لينا جروب هنبتدي تبعتوا لنا اي استفسار عليه ان شاء الله ايه هرد عليكم لغايه لما نبقى نتقابل باذن الله في الكليه. تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم.